الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ابتلاء واختبار للعباد، وفي الحقيقة ابتلاء واختبار لقلوبهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد الكوز مجفية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هواه، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا القلب الأبيض الذي كالصفا هو في الحقيقة القلب السليم الذي لا ينفع العبد بين يدي الله غيره. القلب السليم قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تمر عليه فتن فيزداد بها يقينا، فيزداد بها إيمانا، يصل إلى مرحلة أنه إذا عرضت عليه الشهوة أو الشبهة فإنه ينكرها ويدفعها باليقين الذي فيه، بالنور الذي فيه. إن عرضت عليه شهوة قال: إني أخاف الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إذا عرضت عليه الشهوة، إذا عرضت عليه الشبهة فإنه ينكرها، أعلم أن ربه تبارك وتعالى صادق الوعد وأن الله ربه هو الحق. الذين قالوا الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه فتنة. ماذا حدث في قلوبهم؟ فزادهم إيمانا، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حتى الأذى، اجتماع الناس على أذاهم، اجتماع الناس على تخويفهم، على تهديدهم، يزيدهم تحديا وإصرارا على عقيدتهم، ثباتا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا إذا كانت القلوب سليمة. قلب أبيض كالصفا، القلب السليم، قد فصلنا هذا من قبل، القلب السليم هو القلب الذي قد سلم من كل شهوة وشبهة، قد سلم من كل شيء سوى الله، قد سلم من كل شرك، قد سلم من كل بدعة، قد سلم من كل هوى، قد سلم من كل غفلة، قد سلم من كل شهوة. قلب استقامت له قوته العلمية وقوته العملية، فهو يرى الحق ويتبع الحق. عارفين كده دعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لأن ممكن ناس ترى الحق حقا ولكن تخالفه، ولكن عارف أنا غلطان لكن ما يتوبش، أنا عارف أن أنا أقصر لكن ما يتوبش، أنا عارف أن القيام الليل جميل بس ما يقومش، أنا عارف أن الصيام مهم بس ما يصومش، أنا عارف أن حفظ القرآن حصانة وحماية لكن ما يحفظ. يبقى فرق بين أن تعلم الحق وفرق بين أن تعمل بالحق، لذلك فرق بين الهدى والرشد. الهدى معرفة الحق، الرشد معرفة الحق والعمل به. لذلك قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى هو مش مجرد عرف الحق، هو عرف الحق وأحب الحق، والحب من مقتضياته الاتباع والاستسلام والانقياد. هو لم يعرف الباطل ويكتفي بهذا، بل كره الباطل، سلم الكفر والفسوق والعصيان. والكراهية تستوجب الايه؟ الاجتناب. انت ما بتكره حد مش طيب تشوف، مش تانية. طب ما تحب حد تبقى نفسك تشوف، تبقى على طول معاه، ده في المخلوق يعني. وفي التعامل مع الله كذلك: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. إذا أحببته أحببت ما يقربك إليه، ما يرضيه عنك، وإذا كرهته وأبغضته. هو ممكن حد يكره الله؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ممكن إنسان يكره
ما يقربه إلى الله؟ نعم، إذا لم يكن في قلبي حب الله. المقصود إن مجالسنا هذه كانت من أجل تحصيل القلب السليم، القلب الأبيض الذي كالصقر. البياض في الحديث إشارة إلى نور العلم والبصيرة، وكالصقر إشارة إلى قوة الصخر، وهي إشارة إلى قوة الإرادة والصبر، وهو قلب عالم عامل.